عبر الهاتف من القاهرة ينضم لنا دكتور أيمن سلامة، أستاذ قانون دولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. قمة ثلاثية تجمع الكوريتين بواشنطن، هل من ربما شعاع أمل يمكن ترقبه من هذه القمة؟ هل يمكن أن تكون هناك أي تسوية أن يخف التوتر؟ نعم، مساء الخير خديجة. زي ما حضرتك تفضلتي، يمكن أن يكون هناك أكثر من شعاع للأمل، باعتبار أن المفاوضات المباشرة ما بين أطراف النزاع هي الوسيلة الأفعل والأمثل والأكمل في تسوية النزاعات بين الدول أيا كانت طبيعة هذه النزاعات، بسبب أن التفاوض وطاولة المفاوضات تطرح تناول كافة القضايا المتعلقة مباشرة وبكل مرونة وحسم ودون كلفة كبيرة ودون انتظار أمد لتحكيم دولي أو قضاء دولي أو تدخل وساطي من دولة أو منظمة أخرى. وأكدت المنظمة الأمم المتحدة بشكل عام في دراسة محددة بأن في أكثر من 90% من النزاعات بين الدول كانت المفاوضات هي الوسيلة التي تلجأ إليها الدول لتسوية هذه النزاعات. أما في حالتنا تحديدا الكورية الشمالية الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، ففي الأيام والأسابيع الأخيرة كان هناك تطور إيجابي دراماتيكي، ولأول مرة منذ أكثر من عام بعد أن زادت الحدة ووسعت وبعدت الشقة بين أطراف النزاع. أبدأ الزعيم الكوري الشمالي الشيوعي أبدأ المرونة في كثير من المواقف.